يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما يسمى بالاستمطار الصناعي هل هو من الاستغاثة وطلب الغيث من غير الله؟ وقد تعلمنا أن الغيث بيد الله وحده، فما القول الصحيح في ذلك؟ هذا عبث، هذا من العبث ومن تضخيم الأمور والإعجاب بالبشر وأنهم يقدرون على كل شيء، وأنهم هذه تفاهة ولم ينجحوا والحمد لله. السنة دي ما جانا مطر نبت والطيارات موجودة، ما جانا مطر لأن المطر بيد الله سبحانه وتعالى، هو الذي ينشئ السحاب ويسوقه وينزله ويمنعه. فنحن لا تروج علينا هذه الترهات. نعم.